عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل حل تمارين على الفصل الثالث. هنحل على الجزء الخاص بإزاي أجيب مقلوب المصفوفة بأكتر من طريقة. عندي طريقة، أول حاجة إن أنا بحول المصفوفة اللي عندي اللي هو عايز يجيب المقلوب ليها، إن أنا بعملها معادلات وبعد كده بجيب منها المقلوب، هنشوف إزاي. تاني طريقة اللي هي طريقة الصفوف المختزلة، أو ممكن هي اسمها كمان إن أنا بحول المصفوفة اللي عندي لمصفوفة الوحدة. طبعا إحنا إيه اتكلمنا عن مصفوفة الوحدة بيكون شكلها عامل إزاي. بعد كده التالت طريقة معايا اللي هي طريقة المحددات والمرافقات. أول تمرين معانا بيقول لي أوجد مقلوب المصفوفة الآتية، واداني مصفوفة اسمها إيه. وأنا دلوقتي عملت إن أنا حلها بطريقتين جنب بعض وبنفس المصفوفة عشان كمان نفهم مع بعض الطريقتين ونعرف إن أي واحدة فيهم أنا فاهمها تبقى صح، وإزاي نتأكد برضو من الناتج في الطريقتين طلع واحد مع بعض. أول طريقة معانا اللي هي طريقة المعادلات. طب طريقة المعادلات يعني ايه؟ يعني انا هحول المصفوفة اللي عندي دي هحولها لمعادلات. طب ازاي هحولها لمعادلات؟ احنا عارفين مع بعض ان اي حاجة في المعكوس بتاعها بتساوي واحد، صح؟ لو 2 ضربتها في نص هتديني 1، 3 ضربتها في ثلث هتديني 1، ده المقصود بيه، تمام؟ يبقى طريقة المعادلات انا همشي بنفس الحاجة دي. يعني ايه؟ يعني هاخد المصفوفة ايه عندي، اول حاجة هاخد المصفوفة ايه، تمام، اللي هي عبارة عن 2، 1، 5، و3. طيب عايز اعرف المعكوس بتاعها، المعكوس بتاع المصفوفة ايه. هنا هعمله ايه؟ هيكون وليكن هسميه A B و C و D، اوكي؟ طبعا هيساوي ايه؟ هيساوي مصفوفة الوحدة. مصفوفة الوحدة هتكون ايه؟ من نفس الابعاد. احنا متفقين ان مصفوفة الوحدة دي بتكون مصفوفة قطرها الرئيسي عبارة عن واحد وبقية العناصر بصفر. اول حاجة هنعملها ان نحول المصفوفات دي لمعادلات. طب هحولها لمعادلات ازاي؟ عن طريقة الضرب، يعني هضرب المصفوفتين دول في بعض. كنا بنضرب ازاي؟ اتكلمنا عنها السكشن اللي فات. كنا بنضرب ان انا باخد عناصر الصف الاول واضربها في عناصر العمود الاول فبتديني اول عنصر، بعد كده عناصر الصف الاول هضربها في العمود التاني تديني يعني ايه؟ يعني مجموع حاصل ضرب عناصر الصف الاول في العمود الاول، بعد كده هنا مجموع حاصل ضرب عناصر الصف الاول في العمود التاني. طيب نشوف مع بعض ازاي كده مع بعض. طب احنا كنا بنعمل ايه عشان نضرب؟ كان في شرط للضرب، صح؟ لو عندي هنا صفين في عمودين وهنا صفين في عمودين لازم تحقق الشرط، ولا متحققش تحقق، يبقى المصفوفة اللي هتطلع عندي هتكون من درجة 2 في 2، تمام. طيب هضرب الصف ده في العمود ده، يعني 2 في A عبارة عن 2A زائد 5 في C عبارة عن 5C، كده جبت العنصر الأول. بعد كده هاخد الصف الأول وهضربه في العمود التاني يبقى 2 في B عبارة عن 2B، تمام. 5 في D عبارة عن 5D، اوكي. بعد كده هنزل على الصف التاني هعمل زي بالظبط ما عملت في الصف الاول، الصف التاني هضربه في العمود الاول يبقى 1 في A عبارة عن A زائد 3 في C عبارة عن 3C، تمام جدا. طيب بعد كده ايه؟ هاخد الصف التاني هضربه في العمود التاني يبقى 1 في B عبارة عن B زائد 3 في D عبارة عن 3D. طبعا ما ننساش ان كل دول بيساوي مصفوفة الوحدة اللي هي 1 و0 و0 و1. طب تمام، هحولها المعادلات ازاي؟ هحولها المعادلات ان انا هاخد اول عنصر ده طبعا بيساوي العنصر المناظر ليه. ليه؟ انا عندي مصفوفة درجتها 2 في 2 وهنا مصفوفة الوحدة درجتها 2 في 2، صح؟ اوكي، يبقى اذا العناصر المتناظرة متساوية، يعني عندي 2A زائد 5C هتساوي 1، وهسمي دي عندي معادلة رقم 1. طب تمام، وبعدين هنزل على رقم 2، A زائد 3C هتساوي العنصر المناظر بتاعها بصفر، وهنسميها المعادلة رقم 2. طب تمام، وبعدين
تلات اتنين بي زائد خمسة دي هتساوي العنصر المناظر ليها اللي هو صفر، وهنسميها المعادلة رقم تلاتة. طب وايه كمان؟ بالظبط بي زائد تلاتة دي هتساوي واحد، وهنسميها المعادلة رقم أربعة. تمام، حلو جدا. طبعا في أشكال لضرب المصفوفات بطريقة المعادلات أبسط من كده، لكن أنا تعمدت أن أجيب الطريقة دي عشان نفهم مع بعض أو نوضح مع بعض إزاي هنحلها، لأن دي مش بسهولة بتيجي أو في ناس عندها مشكلة فيها. هنبدأ نكمل هنا. تمام، أول حاجة هاخد المعادلة رقم واحد. تمام، من واحد، المعادلة رقم واحد بتقول لي ايه؟ 2a زائد 5c بتساوي واحد، صح؟ تمام. المعادلة رقم اتنين كانت عبارة عن ايه؟ عن a زائد 3c بتساوي صفر. طب انا عندي معادلتين في مجهولين، طب انا عايز قيمة حد فيهم، هعمل ايه؟ بالظبط كده، هعمل ايه؟ هاخد المعادلة رقم اتنين دي من اتنين، تمام؟ هضرب المعادلة رقم اتنين، هضربها في اتنين. تمام، نضرب المعادلة اتنين هضربها في رقم اتنين، وبعد كده نطرح واحد ناقص اتنين. طيب نشوف مع بعض المعادلة دي هيكون شكلها عبارة عن ايه. يبقى اتنين a زائد 2 في 3 ب 6 c هتساوي 0. تمام، اهو دي بقت معادلة جديدة. طيب هطرحهم بقى، يعني ايه هطرحهم؟ يعني المعادلة 1 ناقص المعادلة 2 الجديدة، يعني هنا سالب وهنا سالب وهنا سالب، يبقى اذا دي راحت مع دي، بقى عندي 5 ناقص 6 يبقى ناقص 1، 5 c ناقص 6 c ناقص 1 c، اوكي، بتساوي واحد ناقص صفر واحد، صح؟ تبقى عندي c هتساوي كام؟ برافو عليكم، يبقى c هتساوي سالب واحد، طلعت قيمة c. طيب هعوض بقى في اي معادلة فيهم، وليكن في المعادلة رقم واحد هعوض عن c بسالب واحد، يبقى 2a زائد كانت 5 في c، يبقى 5 في سالب 1 بتساوي 1، اوكي، يبقى 2a، تمام، 5 موجب في سالب بسالب، تمام، 5 في 1 ب 5 بتساوي 1. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه عشان تبقى واضحه ومفهومه لكم بطريقه واضحه جدا. هاخد الخمسة دي وهوديها هناك باشاره مخالفه، يبقى 2a بتساوي سالب 5 تروح هناك بإشارة مخالفة، يبقى زائد 5 تبقى عبارة عن 6، ومنها ال a هتساوي، طبعا هنا بقسم على 2 وهنا بقسم على 2، تمام، 6 على 2 3، يبقى أنا جبت قيمة ال a ب 3، جبت قيمة ال a وجبت قيمة ال c، اوكي، حلو جدا. طب أنا عايزة أتأكد هو أنا صح ولا غلط، تمام، عايزة أعرف أنا صح ولا لأ، تمام، هنتأكد ازاي؟ هعمل ايه؟ هعوض في المعادلة واحد، تمام، معادلة واحد، المعادلة واحد دي كانت بتقول لي ايه؟ كانت بتقول لي 2 a زائد 5 c بتساوي واحد، زي الفل. طيب هي الاحنا جبناها بكام؟ بتلاتة، يبقى 2 في 3 زائد، هي السي جبناها بكام؟ برافو، السي جبناها بسالب واحد، خمسة في سالب واحد مفروض تطلع عندي بواحد، اتنين في تلاتة بكام؟ بستة، سالب في موجب بسالب، خمسة في واحد بخمسة، ستة ناقص خمسة تديني واحد. دول كانوا المعادلتين تلاتة واربعة. هعمل بنفس الطريقة، يعني هعمل ايه؟ يعني هعمل بضرب، هضرب المعادلة اربعة هضربها في كام؟ انا عايزة مثلا اطير البي، يبقى هضربها في اتنين، تمام، ثم نطرح المعادلة تلاتة من اربعة،
تلاتة ناقص أربعة، معادلة تلاتة ناقص المعادلة أربعة. إزاي؟ هضرب هنا في اتنين يبقى اتنين بي زائد اتنين في تلاتة بستة دي تساوي واحد في اتنين باتنين. ما ننساش ان انا لما بضرب معادلة بضرب طرفي المعادلة، تمام؟ بعد كده هطرح ايه؟ هطرح معادلة جديدة دي، هطرحها من دي. يعني ايه؟ هعمل هنا سالب وسالب وسالب. اتنين بي راحت مع اتنين بي، خمسة دي ناقص ستة دي، دينا ناقص واحد دي. طبعا واحد ما بكتبهوش بس انا كاتباه هنا عشان اوضح لكم اكتر. بتساوي صفر ناقص اتنين تديني ناقص اتنين. اوكي، يبقى اذا قيمة الدي عندي هتساوي ايه بالظبط؟ الدي عندي هتساوي اتنين. ليه سويت اتنين؟ عشان هقسم هنا على سالب واحد فراحت، وهنا سالب واحد فراحت مع بعض، تاني اتنين. اوكي تمام، حلو جدا. طيب انا عايز اجيب قيمة البي، هنعوض في المعادلة رقم أربعة لكي نحصل على قيمة البي. طب المعادلة رقم أربعة اهي كانت بتقول لي ايه؟ بي زائد تلاتة دي بتساوي واحد. طب احنا جبنا الدي باتنين، يبقى البي زائد اتنين في تلاتة ستة بتساوي واحد. انا عايزة البي، يبقى سيب البي في طرف لوحدها، والست دي هتروح هناك بإشارة مخالفة، هتبقى عبارة عن سالب ستة. تمام، سالب ستة يبقى موجب واحد. خلينا اكتبها لكم، واحد سالب ستة يبقى بتساوي كام؟ برافو، يبقى البي هتساوي سالب خمسة. يبقى انا جبت قيمة البي وجبت قيمة الدي وجبت قيمة الاي وجبت قيمة السي. طب يبقى معنى كده ان مقلوب او مقلوب المصفوفة ايه؟ تمام، هتساوي ايه؟ احنا كنا عاملينها ازاي؟ كانت عبارة عن A B و C و D، صح؟ كانت كده. طب انا جبت قيمتهم؟ ايوه جبت قيمة ال A بكام؟ برافو، جبت قيمة ال A بتلاتة، وجبت قيمة ال C بكام؟ بسالب واحد. برافو، جبت قيمة ال B بسالب خمسة، وجبت قيمة ال D باتنين. تمام، طب انا عايزة اتأكد ان الحل بتاعي صح، هعمل ايه؟ هو مش احنا قلنا ان المصفوفة ايه لما اضربها في المعكوس بتاعها، سوري المصفوفة ايه لما اضربها في المقلوب بتاعها المفروض تديني مصفوفة الوحدة؟ تمام، ايه المصفوفة ايه كان شكلها عبارة عن ايه؟ نشوفها كده مع بعض. اتنين واحد خمسة تلاتة، اتنين واحد خمسة تلاتة. طيب وانا جبت المعكوس بتاعها بكام؟ اهو تلاتة سالب واحد سالب خمسة اتنين. طيب ما نضربهم في بعض ونشوف هيطلع لنا مصفوفة الوحدة ولا لأ. كنا بنضربهم ازاي؟ برافو، ان انا باخد العنصر ده واضربه في الصف ده، بضربه في العمود ده، بعد كده اضربه في العمود ده، يبقى بتساوي اتنين في تلاتة بستة موجب في سالب بسالب ستة، خمسة في واحد بخمسة. تمام، بعد كده اتنين موجب في سالب بسالب، اتنين في خمسة بعشرة زائد خمسة في اتنين بعشرة. اوكي زي الفل. بعد كده هاخد الصف اللي بعده هضربه مرة في العمود ده ومرة في العمود ده، واحد في تلاتة بتلاتة. تمام، بعد كده موجب في سالب بسالب، تلاتة في واحد بتلاتة. تمام، واحد موجب في سالب بسالب، واحد في خمسة بخمسة زائد تلاتة في اتنين بستة، هتساوي ستة ناقص خمسة معروف ان هي بواحد، تلاتة ناقص تلاتة بصفر، سالب عشرة موجب عشرة تديني صفر، سالب خمسة زائد ستة تديني واحد. وبكده هتكون طلعت لي مصفوفة الوحدة. اذا انا الحل بتاعي هنا صح. هنا بيقول لي في تمرين تاني اوجد مقلوب المصفوفة، هي نفس المصفوفة اللي احنا لسه حلينا عشان بس اتأكد ان هو بيديني نفس الناتج. تمام، بس المرة دي هجيبها بطريقة
الصفوف المختزلة، تحويل المصفوفة إلى مصفوفة الوحدة. تمام، الطريقة دي بتبقى عبارة عن ايه؟ ان اول حاجة المصفوفة ايه عندي، يعني هتبقى بالشكل ده، ايه طبعا شكل المحدد مصفوفة الوحدة. تمام، هتساوي المصفوفة ايه عندي كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن 2 و1 و5 و3. طيب انا دلوقتي بستخدمها او بسميها طريقة الصفوف المختزلة. تمام، يعني ايه؟ يعني هحط مصفوفة الوحدة معاها من نفس الابعاد بتاعتها، من نفس الدرجة بتاعتها، يبقى 1 0 0 1. تمام، ده اول حاجة. بعد كده ايه اللي انا هعمله او ايه الخطوات المطلوبة مني؟ الخطوات المطلوبة مني ان احول المصفوفة ايه دي شكلها، احوله للشكل ده. احوله للشكل ده ازاي؟ نبدأ مع بعض خطوة خطوة عشان نفهم هتتحل ازاي. اول حاجة اني عايزة احول العنصر ده اللي هو رقم 2، عايزة احوله لواحد. طيب عشان احول العنصر ده يبقى انا هغير في ايه بالظبط؟ هغير في الصف الاول، يبقى انا هغير في الار واحد. استخدمت الار رمز للرو. تمام، الار واحد اللي عندي ده، هعمل ار واحد جديدة. يبقى اذا الار اتنين ده مش هعمل فيه اي حاجة، هيفضل زي ما هو. يبقى اذا انا هنقله زي ما هو كده، الار اتنين اللي هو كان 1 و3 و0 و1. اوكي، طيب انا هعمل ايه؟ انا عايزة الاتنين دي تبقى 1. طب عشان اجيبها 1 هعمل ايه؟ تمام، برافو، هضربها في معكوسها، هضربها في نص. يبقى انا هعمل نص في ايه؟ ده اسمه ار واحد وده اسمه ار اتنين. تمام، هضربها في ايه؟ هضربها في ار واحد القديم. يبقى ار واحد الجديد هيكون عبارة عن ايه؟ طبعا الصف كله هيتغير، هيكون عبارة عن نص ار واحد، هيكون عبارة عن نص ار واحد. نص ار واحد يعني مضرب 2 في نص ب1، صح؟ تمام، بعد كده مضرب 5 في نص. طبعا انا مش عايزة اعملها هنا لكسور، فهنسيبها زي ما هي، هتبقى عبارة عن 5 على 2. تمام، اما اضرب نص في واحد هتديني ايه؟ اي حاجة في واحد بتديني الحاجة دي بنص. بعد كده نص في صفر بصفر. تمام، تمام كده اول حاجة معايا ان انا حولت الاتنين عملتها لواحد. ابدأ ان اوصل بصورة او شكل مصفوفة الوحدة. تمام، طب بعد كده انا عايزة احول الواحد ده ان انا اخليه صفر. تمام، يبقى الواحد ده هخليه صفر ازاي؟ يبقى انا كده هغير في الار اتنين بالظبط. طب هغير في الار اتنين، طب انا عايزة ده يبقى صفر، هخليه صفر ازاي؟ تمام، ان انا هجمعه على سالب واحد، يعني 1 وهجمعه على سالب واحد هتديني ايه؟ 0. طب ازاي؟ تمام بالظبط، ان انا هعمل ايه؟ ما ينفعش طبعا ان اقول 1، او ما ينفعش اقول 1 زائد سالب 1، ما تنفعش. هعمل ايه؟ هضرب اول حاجة، هاخد سالب واحد وهضربه في ار واحد، بعد كده هجمعه على ار اتنين، عشان ده يبقى صفر. تمام، معنى كده ان ار واحد مش هتتغير، فتمام هكتبها زي ما هي، 1 5 على 2.5 و0. تمام، اللي هتتغير عندي بس هي ار اتنين. اوكي، يبقى سالب ار واحد يعني سالب واحد في ار واحد قيمتها ب1، يبقى سالب 1 في 1 تديني كام بالظبط؟ تديني، خليني اوضحها لكم، مثلا سالب 1 في ار1 ب1، اوكي، زائد ار2 ب1.
سالب في موجب بسالب، واحد في واحد بواحد زائد واحد اديني بكام؟ بصفر. دي اللي انا عايزها. انا بعمل ايه؟ بمشي عنصر عنصر، بمشي القانون ده او بمشي الصورة الصفية دي عنصر عنصر، يعني بعمل كل ده بالنسبة لكل عنصر. نيجي العنصر اللي بعده اللي هو 3، سالب 1 في ار 1 بتاعتها بكام؟ يبقى سالب 3 في 5 على 2، بعد كده هجمعها على ار 2، يعني هجمعها على 3، تمام؟ هتديني كام؟ برافو، هتديني 1 على 2 نص. اوكي، بعد كده هروح للصفر، سالب 1 ار 1 يعني سالب 1 في نص تديني سالب نص، زائد ار 2 تديني طبعا ايه؟ سالب نص. اوكي، بعد كده سالب 1 ار 1 يبقى سالب 1، انا بتكلم على العنصر ده عشان احطه هنا، سالب 1 في ار 1 يعني سالب 1، الار 1 بتاعته بصفر يعني دي كلها تديني صفر، زائد ار 2 اهي يعني تديني 1. اوكي، طيب انا عايز ايه بعد كده؟ ننقل على العمود اللي بعد كده، عايزه اخلي النص دي تبقى 1. اوكي، هخليها بواحد ازاي؟ برافو، ان انا هضربها في المعكوس بتاعتها، دي نص معكوسها باتنين يبقى هضربها في 2، يبقى معنى كده ان انا هغير ايه؟ برافو، ان انا هغير ار 2، يبقى ار 2 هتساوي، انا هغيرها يعني ينفع اقول 2 ار 2، انا هضرب ار 2 في 2 ينفع، تمام. طب نكتبها ازاي؟ اول حاجة عندي هكتب ار 1 بما اني مغيرتش فيها اي حاجة، تمام؟ ار 1 هتبقى 1 5 على 2 ونص وصفر، تمام. ار 2 هي اللي هتتغير، هتبقى شكلها عامل ازاي؟ طب خلينا نطبق. ار 2 نمسك اول عنصر معانا اللي هو الصفر، نشوف الصفر ده هيبقى شكله ايه لما نعمل نطبق عليه القاعدة دي. 2 ار 2 يعني هضرب فيه 2، اي حاجة في صفر بصفر. اوكي، العنصر اللي بعده اللي هو نص هضرب فيه 2 يبقى هيبقى 1 زي ما انا عايز بالظبط، تمام. العنصر اللي بعد كده اللي هو سالب نص، سالب نص لما اضربه في 2 هتديني ايه؟ برافو، هتديني سالب 1. اوكي، بعد كده 2 في 1 ب2، بعد كده انا عايزه او انا عايز اعمل ايه؟ احول ال 5 على 2 دي لصفر، عايزها تبقى صفر. طب هعمل ايه؟ طبعا خلينا ناخد بالنا من حاجه، احنا دلوقتي عايزين نحول دي لصفر، ما احنا عايزين نحولها لصفر وفي نفس الوقت نحافظ على باقي مصفوفه الوحده اللي احنا وصلنا له، ما يتغيرش فيه اي حاجه، تمام. طب نفكر كده ممكن نعمل ايه؟ تمام، تشوف كده، خلينا نكتبها هنا عشان تبقى واضحه بالنسبه ليكم. ايه الخمسة على 2 دي فين؟ اوكي، في الار 1، يعني انا دلوقتي هغير في الار 1، يبقى اذا الار 2 هتبقى عندي زي ما هي اللي هي بصفر واحد وبسالب واحد واتنين، اللي هيتغير بس هو ار 1. انا عايز دي تبقى صفر، طب هي هتبقى صفر ازاي؟ تمام، هتبقى صفر لما اجمعها على سالب 5 على 2، ومنساش ان لما اجمعها لازم احافظ على الباقي دول زي ما هما، تمام. يبقى انا هاخد سالب 5 على 2. طيب انا عايزه اجمعها على دي، هعمل ايه؟ هقول دي زائد كذا، مينفعش، يبقى انا هعمل ايه؟ اوكي، هضربها الاول في ار 2 وبعد كده هجمعها مع ار 1. طيب نشوف ازاي كده، نشوف هتطلع معانا ازاي. اول حاجه العنصر ده اللي هو 1، ليه قلت ما ينفعش ان اقول سالب 5 على 2 واجمعها على طول مع ار 1؟ عشان انا مش عايزه اغير الواحد، عايزاه يفضل زي ما هو. فاوريدي كده بص على الصف الثاني لقيت فيه صفر، فلو انا ضربت اي رقم في صفر هتديني صفر، واجمعه على ار 1 اللي هو 1، فواحد مش هيتغير عندي. ازاي؟ سالب 5 على 2 اهو، انا دلوقتي بتكلم على عنصر الاول اللي هو ده، لما اضربه في ار 2 اللي هي دي بصفر، يبقى 1 سالب 5 على 2 في صفر بصفر، زائد ار 1 يبقى بواحد. اوكي، طب العنصر اللي بعد كده اللي هو ايه؟ تمام، 5 على 2 ده انا عايزه اشوف هيبقى كام، انا عايزاه يبقى صفر. طيب اعمله صفر ازاي؟ سالب 5 على 2، تمام، اما اضربه فيه
واحد تديني كام؟ برافو، تديني سالب 5/2. بعد كده هجمعها مع 5/2 تديني الصفر اللي انا عايزه. هكمل باقي الصف. اوكي، سالب 5/2 هضربه في سالب 1 تديني موجب 5/2. بعد كده هجمعه على ار 1 اللي هي نص، هتديني ايه؟ برافو، هتديني 3. اما اشوف انا هحط مكانه ايه هنا، سالب 5/2 ار 2، يعني سالب 5/2 في ار 2 بتاعته اللي هي 2، سالب 5/2 في 2 تديني سالب 5، زائد ار 1 بتاعته بصفر تديني سالب 5. طيب انا طلع عندي ايه؟ طلع عندي مصفوفة الوحدة، وطلع عندي الاي اس سالب 1 اللي انا كنت عايزها. لو نفتكر مع بعض، انا لما اشتغلت على نفس المصفوفة دي بطريقة المعادلات طلع عندي نفس الناتج ده. تمام، يبقى دي طريقة تانية ان انا بحصل بيها على المقلوب بتاع المصفوفة. الطريقة التالتة معانا عشان نجيب مقلوب اي مصفوفة، اللي هي طريقة المرافقات. تمام، وخلينا نفهم او نفتكر مع بعض كان في شرطين عشان استخدم طريقة المرافقات. ايه هما؟ اول شرط ان تكون المصفوفة مربعة. قلنا مربعة يعني بتكون عدد الصفوف بتساوي عدد الاعمدة، او بتكون متساوية الابعاد. طيب هنا هل هي مربعة؟ تمام، يبقى ار 1 ار 2 ار 3. طيب وعندي الصف الاول الصف الثاني الصف الثالث، يبقى هي كده مربعة، تحقق الشرط الاول. الشرط الثاني هو عبارة عن ان يكون قيمة المحدد لا تساوي الصفر. تمام، الدلتا قيمتها ما بتساويش الصفر، والا لو لقيت ان الدلتا بتساوي الصفر اذا انا مش هكمل. يبقى الطريقة دي او المصفوفة دي ما ينفعش ان انا اجيب ليها مقلوب. طيب خلينا نبدأ كده نحل ونشوف الطريقة دي عبارة عن ايه. طيب احنا دلوقتي قلنا ان في شرطين، واول شرط اللي هو تكون المصفوفة مربعة وده اتحقق. تاني شرط عندي ان قيمة المحدد ما بتساويش الصفر، عشان كده ينفع ان انا اكمل. يبقى اول خطوة عندي ان انا هجيب قيمة المحدد. طيب لو نفتكر مع بعض قيمة المحدد، لما شرحنا ومحلينا تمارين على المحددات، كنت بجيب المحدد للدرجة التالتة. لو عندي محدد رتبته من الدرجة التالتة كنت بجيبه ازاي؟ تمام، كنت انا دلوقتي ممكن بطريقتين. خلينا نفتكر اللي هي الطريقة بتاعتنا، ان انا دلوقتي باخد الصف او العمود اللي بيحتوي على اصفار. ليه؟ عشان يسهل عليا الحساب. تمام، هناخد احنا هنا مع بعض مثلا وليكن العمود الاول. اوكي، العمود الاول مثلا، تمام، اللي هو ده هناخد. طيب عشان نجيب ايه؟ عشان نجيب قيمة المحدد الدلتا. طب ونفتكر مع بعض طبعا الاشارات، ما ننساهاش ابدا. اول حاجة كانت موجب الاشارة بتاعتي، بعد كده المحدد. تمام، طبعا انا منساش الرقم اللي انا هاخده من العمود، رقم 2، يبقى موجب 2 مضروبة في المحدد. بعد كده سالب، تمام، 1 مضروبة في المحدد. اوكي، بعد كده موجب 0 مضروبة في المحدد اللي احنا هنجيبه. طبعا اي حاجة في صفر بصفر، يعني دي مفروض يعني انت ما تعملهاش، بس انا هعملها عشان لو في اي مصفوفة جات لك مفيش فيها صفار هتبقى الطريقة بتاعتها ايه؟ هي عادي، بس انا تسهيلا عليك وعشان الوقت بتاعك انت معروف ان دي بصفر، ايا كان الرقم اللي هيطلع هنا هضربه في الصفر هتدينا صفر على طول. طب اول حاجة عندي هنا ان انا هعمل ايه؟ هاخد الرقم 2. الرقم 2 عندي اهو، اوكي، هنا في المصفوفة. عشان اجيب المحدد بتاعه هلغي صفه وهلغي عموده، يعني الصف الاول العمود الاول هلغيهم، هيبقى عندي 1 2 1 1. فهمنا ازاي؟ يعني انا عندي دلوقتي اول عنصر اللي هو 2 ده، لما الغي صفه اهو، اوكي، اللي هو ده كده لغيت الصف بتاعه. لما الغي عموده اهو كده لغيت العمود، فضل عندي 1 2 و1 و1. اوكي، طب هنزل على العنصر التاني اللي هو بواحد، هلغي صفه وهلغي العمود بتاعه، هيفضل عندي ايه؟ اهو ماشية معاكم خطوة بخطوة، هيفضل عندي ايه؟ هيفضل عندي 3 2 سالب 1 1، 3 2 سالب 1 1. اوكي، طيب بعد كده الصفر هلغي صفه وهلغي عموده، اهو لغيت صفه ولغيت عموده،
بقى عندي 3 سالب 1 1 1، 3 سالب 1 1 1. اوكي، بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هجيب قيمة المحدد لإيه بالظبط؟ هجيب قيمة المحدد لمحدد من الدرجة التانية. يبقى انا هعمل ايه؟ بتساوي طبعا موجب 2 دي هتنزل. طيب قيمة المحدد كانت عبارة عن ايه؟ حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب عناصر القطر العكسي، 1 في 1 بـ1 ناقص 1 في 2 بـ2. اوكي طبعا سالب، ما ننساش سالب 1. 3 في 1 بـ3 ناقص سالب 1 في 2 يبقى سالب 2. تمام. اوكي زائد طبعا دي صفر، مهما كان العناصر الموجودة هتبقى صفر. طيب خلينا نشوف كده، يبقى هنا 2 طبعا دي 1 ناقص 2 بسالب 1، سالب 1 في 2 بسالب 2. اوكي بعد كده هنا سالب 3 ناقص ناقص يبقى سالب في سالب بموجب، يبقى 3 زائد 2. اوكي 3 و2 كام؟ برافو، 3 زائد 2 يديني 5، موجب 5. طيب موجب في سالب بسالب، 1 في 5 بـ5 طبعا زائد الصفر. يبقى قيمة المحدد عندي هتبقى ايه؟ سالب 2 سالب 5، قيمة المحدد عندي هتطلع بسالب 7. طبعا احنا قلنا عادي ان قيمة المحدد تطلع بقيمة الصفر او القيمة موجبة او قيمة سالبة لما كنا بنشرح المحددات. يبقى معنى كده ان انا هينفع اكمل او ينفع اجيب مقلوب المصفوفة بالطريقة دي. الخطوة اللي بعد كده ان انا هجيب المرافق كوفيشن، تمام، بتاع المصفوفة ايه. طيب هجيبه ازاي؟ زي ما جبت بالظبط العمود الاول ده قيمة المحدد بالطريقة دي، هعمل بالظبط لباقي الاعمدة. طب ازاي؟ خلينا نشوف كده مع بعض. اوكي طبعا اول حاجة بعملها ومنساش اني اعملها هي قاعدة الاشارات. يعني ايه قاعدة الاشارات؟ قلت ان انا هجيب محددات، قاعدة الاشارات اللي هي كانت موجب وسالب وموجب، تمام، وكانت سالب وموجب وسالب لو نفتكر ما شرحنا المحددات، بعدين موجب وسالب وموجب. اوكي طيب وبعدين؟ وبعدين ان انا هعمل ايه؟ رسمة المحدد اللي انا كنت بشتغل بيها قبل كده. طيب تمام، لكل ايه؟ لكل عنصر، لكل عنصر هجيب المحددات بتاعتهم. اول خطوة فهمنا احنا عملنا ايه، ماشية معاكم واحدة واحدة اهو. تمام، اول حاجة احنا جبنا المحددات للعمود الاول ده، لما جينا نحل ونجيب قيمة المحدد فاوريدي انا هنقلهم زي ما هم هنا، تمام، اللي هي كانت عبارة عن 1 1 2 1. اوكي ده بالنسبة للعنصر 2. بالنسبة للعنصر 1 كانت عبارة عن 3 2 سالب 1 1. بالنسبة للصفر كانت عبارة عن 3 سالب 1 1 1. تمام، نتنقل بعد كده للعمود التاني. تمام، العمود التاني همسك عنصر عنصر، العنصر الاول اهو هلغي صفه وهلغي هلغي الصف بتاعه وهلغي العمود بتاعه كده. يبقى انا لغيت الصف ولغيت العمود، هيبقى عندي ايه؟ 1 و0 و1 و1. اوكي 1 و0 و1 و1. طيب وهكذا بالنسبة لباقي العناصر. لما اجي بالنسبة للعنصر الواحد ده هلغي صفه هلغي عموده، هيبقى عندي 2 و0 و1 و1، 2 و0 و1 و1 وهكذا العناصر اللي بعد كده، يبقى 2 سالب 1 1 1. بعد كده للصف التالت، سوري بعد كده العمود التالت، تمام، هلغي صفه وهلغي عموده، هيبقى عندي 1 1. اوكي 0 2 وبعدين 2 3 0 2 وبعد كده 2 3 1 1. اوكي الخطوة اللي بعد كده انا جبت
شكل المحدد لكل عنصر اهو. طيب معناه ايه ان ده محدد من الدرجة التانية وده من الدرجة التانية كلهم؟ طب انا كنت بجيب قيمة المحدد من الدرجة التانية ازاي؟ بالظبط، حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب عناصر القطر العكسي، تمام. واحنا كنا جبناهم للعمود الاول، كنا جبناهم ليه اهي، كانت عبارة عن سالب 2 سالب 5، ونشوف الاربعة هتطلع بكام، تمام. كانت عبارة عن هنجيب المحدد بالنسبة للعمود الاول مثلا، يبقى حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي 1 في 1 ناقص عناصر القطر العكسي 1 في 1 ناقص 1 في 2 ب2، يبقى 1 ناقص 2 ناقص 1. طيب العنصر اللي بعده 3 في 1 ب3 ناقص سالب 1 في سالب 2 تديني سالب 2، هنا 5 5 دي موجب 5، منساش الإشارة بره بكام، بسالب، يبقى سالب 5. اوكي 3 في 1 ب3 ناقص سالب 1 في 1 بسالب 1 زائد 1 يبقى موجب 4، والإشارة هنا 4، تبقى إذن هو رقم 4، وهكذا بالنسبة لباقي العناصر. فهتطلع معانا سالب 1 و2 وسالب 3 و2 وسالب 4 وسالب 1. طيب بعد كده هجيب حاجة اسمها الادر ان، تمام. خطوة رقم 3 هجيب الادج بالنسبة للمصفوفة ايه، يعني ايه يعني هجيب مضوء، يعني هدور اللي انا الكوفيشنت بتاع الايه اللي انا حصلت عليها في الاخر دي هدورها. طب هدورها ازاي؟ يعني انا هجعل الصفوف، يعني هعمل الصفوف اعمدة، هدور اللي انا وصلت ليه، ده الصف الاول اهو، اوكي هعمله العمود الاول، يبقى سالب 1 سالب 1 2، الصف الثاني سالب 5 2 سالب 4، الصف الثالث 4 سالب 3 سالب 1، اوكي. وبعد كده هعمل ايه؟ وبعد كده انا عايز المقلوب اللي هو الايه اس سالب 1. طب القاعدة هنا بتقول لي ان هو بيساوي 1 على قيمة المحدد اللي انا جبتها في الادج بتاع الايه، تمام. تمام يبقى انا لو نفتكر انا جبت الدلتا او قيمة المحدد كانت بكام بالظبط، كانت بسالب 7 في الادج، ايه اهي القيمة بتاعتها، تمام، اللي هي سالب 1 وسالب 1 و2 وسالب 5 و2 وسالب 4، تمام. بعد كده 4 سالب 3 سالب 1، تمام. ممكن اسيبها بالشكل ده، او ممكن ان انا اضرب كل عنصر في 1 على سالب 7، تمام. طب انا عايزة اتأكد اذا كان حلي ده صح او غلط، يبقى احنا عارفين ان اي حاجة او اي رقم في المضروب بتاعه هتساوي 1، يبقى اي مصفوفة في المقلوب بتاعها هتساوي مصفوفة الوحدة، تمام. كده هنكون خلصنا حل التمارين الموجودة معانا النهاردة، اتمنى يكون وصل لكم بصورة بسيطة وواضحة.